خلينا احنا في برنامج ملعب نواكب الحدث من استاد الملك عبد الله الجوهرة في جدة، وخلينا ناخذ معنا مراسلنا هناك في لقاء خاص، احمد مع ابو مسمار في لقاء خاص مع رئيس اتحاد الغاني القناة الرياضية. احمد عندك المايك. ونبارك له هذا الانتصار. دائما ما تكون المباريات الودية ذات واحد يكلمني أهمية كبيرة لدى المنتخبين. First, I would like to welcome you and congratulate you of winning today. Usually, these friendly games have importance to both teams. What are your thoughts about that? Yes, it's very important. We play these friendly games, one, to give the opportunity to the coach to assess new players. There are some young players who came to the national team the first time, and this was a good opportunity for the coach to assess them. Saudi is also preparing for the World Cup, so it's a good preparation for the World Cup. We are also building a new team, and it's a good exercise for us. So friendly games are very important, and we play them from time to time. يوافق الرأي تماما، هذه مباراة مهمة جدا كانت بالنسبة لهم. المملكة العربية السعودية أيضا فريقها بيتحضر لكأس العالم. مباريات كهذه تجهز منتخبهم الغاني، هم لديهم فريق شاب جديد، منتخب جديد. بهذه المباريات يقدروا يتألفوا على بعض أكثر ويتجهزوا للمنافسات القادمة بإذن الله. يمكن مباراة أوغندا حصلت عليها ضجة كبيرة في عدم احتساب هدفين المباراة الماضية اللي كانت قبل 3 أيام، وقدموا احتجاج، إيش صار على الموضوع؟ Regarding the Uganda's last game, a lot of things happened in that game, and you've officially rejected or sent your obligations to the FIFA. What are your thoughts on what happened in this regard? Yes, you know that in the game we felt cheated. Ghana was not fairly treated, so we filed a protest with FIFA. We are yet to receive a response, but we hope that FIFA will investigate, and then the necessary sanctions will be applied. We hope so. منتخب غانا يعتقد انه ظلم في هذه المباراه وقدم احتجاج رسمي للفيفا، ولكن لم يصلهم الرد الى الان، يتاملون ان يصلهم الرد في قادم الايام، ويعتقد انه يتمنى انه الفيفا تفعل ما هو يعني يجب ان يفعل ضد المنتخب الاوغندي. بصراحه خلني اتحدث امام المباراه الاخيره في الجوله مع المنتخب المصري المتاهل الى بطوله كاس العالم، ولكن يبقى المنتخب الغاني تحت رحمه المنتخب أوغندا لأنه راح يلعب مع الكونغو. خسارة أوغندا تؤهل، إذا كسب اللقاء أمام منتخب مصر تؤهله إلى بطولة كأس العالم. Your chances regarding the next game with Egypt and maybe in regards to Uganda's next game also with the Congo. Are you thinking about this game and are you taking any chances with the upcoming game against Egypt or in regards to Uganda's game against Congo? Egypt has already qualified, so those games are not very, very important. But we will play just to make a point that we have a good team and possibly win the game in Ghana. ليس لديهم أي حظوظ على الإطلاق، يعني منتخب مصر تأهل رسميا، هم راح يلعبوا مباراتهم الجاية ضد المنتخب المصري للفوز لشعار البلد، لكن لا يملكون أي حظوظ غير هذا. شكرا لك. Thank you very much. شكرا. إذن بالتأكيد مشاهدينا الكرام وزميلي هاني وضيوفك الكرام، هو حديث رئيس الاتحاد الغاني الذي تحدث عن أمور عديدة. بصراحة ربما تحدث عن حظوظه في الذهاب إلى بطولة كأس العالم، ويقول بأنها صعبة جدا الذهاب إلى بطولة كأس العالم، مع العلم بأن هناك أمل متواجد بأن يكسب منتخب غانا المنتخب المصري ويملك 3 نقاط، وأن يخسر منتخب أوغندا أمام منتخب الكونغو الذي يملك نقطة وحيدة منذ بداية التصفيات. هذا ما لدي هنا زميلي، أعود إليك في برنامج الملعب. ألف شكر لك أحمد مسمار من استاد الجوهرة.